عدد تستعمل فيه الفارزة العشرية. عدد يستعمل فيه الفارزة العشرية. خلينا نشوف شنو معناتها. نعطي مثال وبعدين نذهب إلى فقرة تتعلم. طبعا هو هذا فكرة الدرس، إنه أتعرف على الأعشار، الأعشار اللي هو جزء من العشرة. يعني المقام يكون عشرة، يعني مقام عشرة ونأخذ منه أجزاء نقرأها ونكتبها، والمفردات والكسر العشري، الأعشار والفارزات العشرية. حتى نعرف الكسر العشري راح ناخذ مثال. هنا الصفر فارزة ستة. الصفر هو عدد صحيح. الفارزة العشرية، هذه الفارزة العشرية ترسم بهذا الشكل. هنا أخذت مثال أنه ستة يقرأ جزء من العشرة، يقرأ ستة من العشرة، أو يقرأ صفر عدد صحيح وستة من عشرة. وممكن نقرأ نقول ستة أعشار، يقرأ ممكن أنه ستة أعشار. إذا هو عدد صفر عدد صحيح وستة من العشرة، أو ستة أعشار. ستة أعشار إنه المقام يكون عشرة، مقسم إلى عشرة أجزاء ونأخذ منه أجزاء. راح نشوف فقرة أتعلم. في إحدى التدريبات لفريق كرة القدم سجل حيدر ستة أهداف من مجموع عشرة. لاحظ شوفوا، من مجموع عشرة ضربات نحو المرمى. اكتب كسرا يمثل الاهداف التي سجلها حيدر بصورة كسر عشري. احنا نعرف هنا راح نرسم عشرة اجزاء. لو كان كسر اعتيادي انه الاجزاء كلها عشرة، اذا المقام عشرة. كم جزء ماخذين؟ ستة. هذا ستة الى عشرة. لكن اذا بالكسر العشري الستة راح تمثل ستة أجزاء من عشر ضربات، إذا راح يقرأ بستة أعشار. وإذا نريد نسوي من صورة الكسر العشري راح نخلي الصفر فارزة ستة. هذا هو الجزء من العشرة، يكون المقام هنا عشرة. الموضوع اللي بعده راح ناخذ أجزاء المئة، المقام راح يكون مئة. إلى أن نوصل إلى الأجزاء من المئة راح نشرحها. حالياً إحنا في جزء من العشرة أو من الأعشار. زين، راح ناخذ هنا الأمثلة. اكتب وأقرأ الكسر العشري الذي يمثله الجزء الملون في كل نموذج. هذه نماذج. راح نقرأ الكسر العشري بكتبة صفحة 143. عندنا هنا عشرة أجزاء ماخذين من عنده أربعة أجزاء فقط. إذا راح يكتب بهذه الطريقة، صفر عدد صحيح فارزة أربعة. لو كانت خمسة صفر عدد صحيح وخمسة. لو كانت تسعة صفر عدد صحيح وتسعة. طبعا راح ناخذ أجزاء أكثر. هنا عندنا فقط أربع أجزاء من أصل عشرة، إذا صفر عدد صحيح وأربعة من العشرة. يقرأ أربعة عشر أو أربعة من عشرة. أربعة أعشار أو أربعة من عشرة. النموذج الآخر عندنا أيضا مقسم إلى عشرة أجزاء، هو مثل المقام مثل هنا. ما فضلنا ثمانية أجزاء. إذا يكتب صفر فارزة ثمانية، يقرأ ثمانية أعشار أي ثمانية من عشرة. ثمانية من عشرة. إحنا العدد أو الرقم اللي يأتي بعد الفارزة مباشرة نقول عليه جزء من العشرة. إذا ريت أمثله بكسر اعتيادي معناها هو ثمانية إلى عشرة. إذا سبعة فهو سبعة إلى عشرة. إذا ستة فهو ستة إلى عشرة. إذا يمثل أن الرقم اللي يأتي بعد الفارزة مباشرة هو جزء من العشرة. لانه اذا راح ناخذ بعدين رقم اخر هنا راح يمثل لنا جزء من المئة، وراح نشوف الموضوع القادم ان شاء الله. ناخذ مثال اخر او نموذج اخر. هنا عندنا
مقسم إلى 10 أقسام أيضا، مأخوذها العشرة أجزاء كلها. إذا هذا ايش راح أقدر أقول عليه؟ هو عدد صحيح. ليش عدد صحيح؟ من يتذكر؟ نعم، إذا قلنا 10 على 10 أو 10 إلى 10 راح يساوي لنا 1 صحيح، راح يساوي لنا 1 صحيح، فراح نكتبه هنا 1 صحيح. زين، ويا نموذج آخر يعني مقسم إلى 10 أقسام، ايش قد ماخذ لي من عنده؟ ماخذ لي فقط 1 على 10. فقط 1 إلى 10، إذا راح يكون 1 فارزة 1. شو يقرأ؟ يقرأ 1 صحيح و1 من العشرة، 1 صحيح و1 من العشرة. أنا هنا كتبت لكم أنه إذا مقسم إلى 10 أقسام ومأخوذة العشر أقسام كلها، هذا يمثل لنا 1 صحيح، لأنه هي ناتجة من 10 إلى 10. هذا هو الجزء من العشرة، أو هو القسم العشري، أو تقدر نقول الأعشار، اللي هو الرقم الأول ما بعد الفارزة، نقول عليه جزء من العشرة. اللي قبل الفارزة هي أعداد صحيحة. ومن راح ناخذ تمارين أكثر، وبالموضوع القادم راح نفتهم أكثر طبعا. إذا عندنا فقرة أتأكد للحل.